القيم ذكر قصة خطيرة أنا أذكرها ثم أختم بهمسات سريعات. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كان النصارى إذا أرادوا أن ينصروا أسيرا مسلما، شوفوا كيف، شوفوا الغرب لما يدرس شيء يعرف أنه هذا الشيء له نتيجة، ما في شيء يجيب رأس الرجال، واعذروني على هذه الكلمة الدارجة، إلا المرأة. وذكرت لكم الرسالة التي وصلت إلي اليوم، رجل متزوج وعنده أبناء عاشق امرأة أخرى، فغضبت عليه زوجته، قال لها تبي الطلاق أبشري بكل برود. شوف، لأجل حبه امرأة أجنبية يضحي بحياته الزوجية واستقراره الأسري ويشتت أولاده، ما عنده مشكلة. هذا يجلي إيش؟ حجم فتنة المرأة على الرجل. المرأة تعجب بالرجل فكره عقله، لا تفكر في الجنس أولا، الرجل أول شيء يفكر في الجنس. والله هذا كلام ما قلته إلا أمانة وديانة أسأل فيها أمام الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان النصارى إذا أرادوا أن ينصروا أسيرا مسلما يربطونه ثم يسرحون إليه جارية تفتنه مرة مرتين هكذا حتى يتعلق قلبه بها، فإذا طلب إذا فتبذل نفسها له تريد أن تمكنه، فتقول بشرط أن تتنصر. قال ابن القيم: فهو حينها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني شوف، الرجل عنده احتمال يسيب دينه عشان حرمة، فهمتوا؟ هذا يدل إيش؟ إنه فتنة المرأة على الرجل ليست كفتنة الرجل على المرأة. واضح الكلام يا إخواني يا أخواتي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة إيش أضر على الرجال من النساء. ولذلك السذج يتناولون هذا الحديث يقول: هذا شيطنة للمرأة. أنا أوردت عليكم شواهد من الغرب، من يحبون الغرب ويقتنعون بالدراسات الغربية، أوردت دراستين غربيتين، غلاس والثاني استيفاف. ليش؟ لأن الرجل طبيعته أنه يعني شديد الحب للمرأة، على عكس المرأة أن المرأة تعلقها إلى الرجال أقل. وربما يعني شوفوا النصارى يساومون الرجل على دينه، وما رأوا شيئا يساومونه على دينه إلا بالمرأة. هذا يدل على إيش؟ أن المرأة لها تأثير عجيب على الرجل، وهذا يجعل المرأة تعيد ترتيب أولوياتها في تعاملها مع الرجال، وتتعامل محترسة، وتتعامل على قدر الحاجة، وأن تنظر إلى مثل هذه الأحاديث النبوية أنها من باب الحياطة والحماية وليس من باب شيطنة المرأة. إذا كان صوت خلخالها، وإذا كان صوتها يفتنه، وإذا كان منظرها يجعله يرتد عن دينه ويترك أغلى ما لديه عقيدته ودينه، فلأن يترك عائلته من باب أولى. طيب، أختم أخيرا مسألة يا إخواني، رمضان فرصة لنبذ هذه العلاقات وهذه الأوحال الشيطانية والخبائث والرذائل التي أوردتها. ومعذرة، أنا بدأت وذكرت أن مادة اليوم دسمة، وأردت أن تكون مرجعا شاملا لهذا الموضوع، لأن الأسئلة عليه كثيرة والطلبات كثيرة والإشكاليات، والله وردت إلي أسئلة وقصص أستحي من ذكرها حقيقة، وبعض القصص قال لي أصحابها لا تذكرها، ولكن لنعرفك حجم المشكلة. هذا الذي يعني حفزني ودعاني إلى أن أجمع هذه المادة وأتكلم فيها وأسأل وإلى آخره. طيب، قضية الهجران ومحاربة التعلق، أنا قلت أني سأرجي هذه المسألة. يعني إذا قلنا أترك الذي كنت متعلقا به، خصوصا المرأة مع الرجل، مع الرجل يترك مباشرة. امرأة متعلقة بامرأة تقول: طيب ممكن يأتيها الشيطان؟ يقول: طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المسلم أخاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلتقيان. ما هو الهجر الذي يعاتب عليه الإنسان إذا صد عنه حال الالتقاء؟ واضح؟ قال: يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه المرأة التي تشعرين أنك متعلقة بها تعلقا شديدا وقلت سأفارقها وأخترك حساباتها، كذلك يا أيها الرجل، هذا الرجل الذي تعلقت به وصار لك إدمانا وربما يصل إلى الشذوذ، قطعته وحاربت الوصال الذي بينكما، إذا رأيته في الشارع سلم عليه سلاما عابرا: السلام عليكم، كيف حالكم، طيبين، إيش الأخبار، عساكم بخير، والسلام عليكم. هكذا لا تكون هاجرا،
النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وليس معناها أن تكرهه، ولكن أنت تريد أن تحمي نفسك وأن تحمي قلبك وأن يكون قلبك لله وحده عز وجل. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان. أختم ببعض الهمسات وهذه بعض التوصيات. أيها الرجل ويا أيتها المرأة ويا أيها الشاب، الحب في الله مسألة عظيمة ومطلوبة. انثر الحب فيما حولك ممن يجوز لك أن تنثر المحبة له، لكن عليك أن تؤمن بأن الرحيل واجب، وأن ذبول كل شيء آت، وأن الفراق كل شيء، كل آدمي الفراق مكتوب على رقبته، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اعلم أن كل إنسان سيرحل، وكما قال البغدادي يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل. حط في بالك أن ما في إنسان إلا سيفارق ما هو عليه من إخوان، من أحباب، من هذا يجعله متعلقا بالله لا يتعلق بغير الله. قال يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل. حط في بالك أنك ستفارق والناس سيفارقونك وكل شيء سيذبل. يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الليالي ببعض مصائبه أعول عويل يبكي ويصرخ مثل النساء. فإذا عين في باله أن الترك واجب وأن كل إنسان سيترك كل شيء، هذا يجعله متعلقا بالله، يتعلق بالواحد الذي لا يزول، وكما قيل في المثل الدارج الدائم وجه الله. أيها الحاضر ويا أيتها الحاضرات ويا أيها الشباب، على الإنسان أن يستشعر الكرامة. أنت تستحق حبيبا دائما موجودا لك هو الله. وتأمل قول إبراهيم لا أحب الآفلين، كل من عليها فان سيزول. أنت تحب تستحق حبيبا دائما لا يرحل عنك وهو الله، يسمعك، يعينك، يهديك، يحبك. إذا أحببته أحبك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وإلى آخره. وتذكر قال ربك وأنا معه إذا ذكرني. تأمل هذه المعية التي فيها العناية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف. قلبك يستحق الأكمل، يستحق الأفضل، يستحق الأجل، يستحق الدائم هو الله. إن الحكم إلا لله، كيف تسمح لمخلوق أن يتحكم في فرحك ويتحكم في حزنك ويتحكم في سعادتك ويتحكم في بكائك ويتحكم في اختياراتك؟ استشعر الشهادة العظيمة التي تشهد بها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنها تحرير للقلب والنفس من الرق للمخلوقين واتباع غير المرسلين. وتأمل كما قال فآمن له لوط إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى الله. يا أيها المسلم لك هجرتان، هجرة بقلبك إلى ربك سبحانه وتعالى، لا ينبغي لقلبك أن يكون مهاجرا إلا لله وحده، وهجرة بجوارحك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واجعل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، واجعل لقلبك مهقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، إلى آخر ما قال في النونية. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، إن الله كان بكم رحيما. أعظم رحلة يقطعها العبد في حياته تلك الرحلة التي يحزم فيها حقائب روحه إلى الله. عش بروح المهاجر إلى الله، عش بروح إبراهيمية، لا تشغلك عوائق الطريق، وتذكر إلى من تسير. فالحياة والعمر كله رحلة إلى الله سبحانه وتعالى. لا ترضى بمشاعر الدنيا ومشاعر الذلة والتبعية لشخص تتعلق به وتسلمه قلبك أغلى ما تملك، وقلبك هو بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإيمان. وتأمل قول ربعي بن عامر لما وقف عند رستم بعظمته وبهائه، وربعي بن عامر كان يلبس الأسمال البالية، قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أنت لا تعبد إلا الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الأديان إلى عدالتي إلى عدل الإسلام. هذا هو ختام هذا المجلس، وأوصي بوصية أخيرة بعد هذه الهمسات، مدارسة كتاب الداء والدواء. يا معشر الحاضرين والحاضرات، لا تفتؤوا ولا تفتروا عن الداء والدواء. هذا الكتاب
لتتأبطوه في حلكم وترحالكم، ليكن موجودا في سفراتكم، ليكن محملا على جوالاتكم. لا تتركوا هذا الكتاب، فإنه يعالج السلوك ويعالج أيضا القضايا والشهوات والشبهات وإلى آخره. ولمن أراد فإن الكتاب قد علقنا على مختصره في 4 مجالس في واقع 8 ساعات يمكن أن تدرس في رمضان. وكانت الخطة أننا نفعل التخلية قبل التحلية، فتدارسنا الداء والدواء لتخلية القلوب مما تعلقت به ومن الأدران وغير ذلك، ثم تدارسنا الوابل الصيب فكان مطرا دفاقا وغيثا وكافا على القلوب، ثم أردنا أن تكون هذه المحاضرة مما تزيل عن القلوب وتميط عنها هذه التعلقات وهذه الجوارح وهذه الآثام وهذه الأشياء التي تخدش إيمان الإنسان وروحه وعقيدته. وقد تكلمنا أن هذا التعلق سبب لفقد الدين وفقد التوحيد والشرك بالله، وسبب لأيضا ذهاب العرض وذهاب الشرف وذهاب كرامة الدنيا والآخرة، وسبب للقلق والحزن والكآبة إلى ما ذكرناه بطوله وعرضه. هذا هو ختام هذا المجلس. ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. ولمن يسألون، نعم المحاضرة مسجلة بإذن الله، ستنزل على قناة التليجرام. وكذلك أيضا إن لم يعني أنا لست يعني ذا معرفة بحفظ البث الذي على اليوتيوب، إن استطعت حفظته وإن لم أستطع تجدونه إن شاء الله في القناة، وكذلك إن شاء الله في اليوتيوب التويتر سيكون البث محفوظا لمن أراده بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة. اللهم إنا نسألك عز التوحيد ونعوذ بك من ذل الشرك. اللهم إنا نسألك عز التوحيد ونعوذ بك من ذل الشرك. اللهم إنا نسألك عز التوحيد ومن ذل الشرك. اللهم اقض لنا حوائجنا وأمورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واقض ديوننا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك اجتمعوا لتعلم ما قلت وما قال رسولك صلى الله عليه وسلم، ولتحرير النفس من رق الدنيا ومن رق العبودية للمخلوقين إلى العبودية لرب العالمين. اللهم أعنا وأعنهم على تحصيل هذا الأمر. اللهم أعنا وأعنهم على تجفيف منابع كل شر، وأعنا يا ربي على تخليص القلوب من الشوائب ومن الأدران، واجعل قلوبنا خالصة لك متعلقة بك. اللهم لا تجعل قلوبنا متعلقة بغيرك يا رب العالمين. اللهم من كان في هذا الحضور أو هذا الجمع أو من يسمع لهذا التسجيل، اللهم من كان يشكو علة أو فاقة أو يشكو تعلقا أو يشكو تشتتا مشاعريا، اللهم اجمع عليه قلبه إليك. اللهم اجمع قلبه إليك. اللهم اجعل قلبه مهاجرا إليك. أعذه من شر نفسه وأعذه من شر الأشرار وحيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم حصن فروجهم وغض أبصارهم ويسر لهم النكاح الحلال الطيب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا يا رب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. قد انقطع اللهم من غيرك الرجاء، فأدركنا أي رباه وارحم وأنعمي، وأشربنا يا رباه في القلب حب ما تحب وكره كل غي ومأثم، وأشربنا يا رباه في القلب ما تحب وكره إلينا كل غي ومأثم. ونسألك اللهم منك إعادة من الحور بعد الكور والبؤك العمي، وأصلح لنا اللهم الآخرة التي إليها رجوع وحبنا دار من عمي، لنا من إذا خيمتنا ربي فاستجب دعاء وبالخيرات يا ربي سلمني. وصلي على خير برايا محمد وأصحابه الغر الميامين سلمني. يا ربي أسكننا فسيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا، ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان. يا من يرى ما دق في الظلماء، يا باسط اليدين بالعطاء جد بالرضا يا سامع الدعاء. ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى، والحمد لله على الإنعام بنعمة التوفيق والإتمام والأجر والإخلاص في الأعمال. نسأله من صاحب الأفضال فكل شيء فهو منه وإليه، والخير لا نرجوه إلا من يديه. ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي الهاشمي محمد والآل والأزواج أجمعين يا رب، والحقنا بهم آمينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأشكر لكم جميعا إنصاتكم ومتابعتكم، وكان المرجو أن نستقبل بعض التعليقات وبعض المداخلات، ولكن الوقت قد أزف 12:00 ليلا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لقاء آخر نقرأ فيه بعض التعليقات وبعض الإضافات منكم بإذن الله تعالى.
تسجيل المحاضرة ينزل من يسألون في القناة قناة التليجرام بإذن الله تعالى. نستأذنكم جزاكم الله خيرا، إن بدرت منا زلة فمثلها عفا ومثلكم عفا، وأنتم بالعفو أليق وأنا بالخطأ ألصق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.